يبدو أن رئيس الحكومة المكلف سيواجه عدة تحديات لا تقتصر على تشكيل كابينته الجديدة ونيلها الثقة، فنحن في الشهر الثاني من عام 2020 ولا موازنة مقرة في مجلس النواب العراقي حتى الآن، كون الحكومة السابقة استقالت قبل أن ترسل مشروع الموازنة إلى البرلمان، وهذا ما سبب عدة مشاكل على الصعيد العام للبلاد. نمر بأزمة حقيقية بعد أن تحولت الحكومة تصريف الأعمال. كانت تخصيص هذه الموازنة والقبول بالكثير من فقراتها أيضا خاضع للمساومات، وبالتالي التأخير نتيجة طبيعية نتيجة الخلاف السياسي على شخصية رئيس الوزراء، وبالتالي اليوم الحكومة المقبلة قطعا سوف هي من تنظر بهذه الملفات الحاضرة دائما. سياسات اقتصادية متلكئة تعتمد على الريع النفطي أصابت الموازنات العامة للبلاد في السنين الأخيرة بعجز يتفاقم يوما بعد آخر، ومديونية خارجية، والمتضرر هو المواطن العراقي الذي يعاني من تفاقم نسب الفقر والبطالة. آليات العجز هذا بسبب التخطيط المسبق للموازنة واقتصارها على الموازنة التشغيلية تأخذ نسبة أكبر، وكونها ريعية تعتمد أسعار النفط، وبالتالي دائما تكون عندنا هذه الإشكالية. لكن هذه الإشكاليات في بعض الأحيان ترتفع أسعار النفط ولا نبلغ ثمرتها كذلك إنما تكون هنالك فائض. الأهم حقيقة تمريرها باعتبار أنه لحد هذه اللحظة هي تمر بشكل 1/12، وهذه إشكالية لا يمكن أن تمرر مشاريع استراتيجية والمشاريع التنموية على مستوى ستقف، وبالتالي هذا ينعكس على أداء وتنشيط المؤسسة يعني التنفيذية للدولة. السياسات الفاشلة، السياسات الاقتصادية، سياسات التخطيط، عدم وجود برامج واضحة بشأن الأمور المالية، حتى الإدارة المالية هي اليوم عاجزة عن إدارة أموال البلد، لذلك العجز متوقع يعني ويعني من الحسنات أنه أكو راتب الموظفين بحجم بلد بهذا الفساد، ما ممكن يعني حتى توفير راتب ما ممكن. ويعيش العراق تدهورا في جميع مفاصله منذ 17 عاما، ما دعا الشارع للخروج في تظاهرات عارمة تجتاح البلاد منذ الأول من أكتوبر العام الماضي، ويشكك مراقبون في إمكانية أن تحقق الحكومة المقبلة إصلاحات ترضي الشارع المحتج. من بغداد محي الأنصاري، MBC عراق.